قرر الجهاز الفني الإسماعيلي منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم الخميس راحة لالتقاط الأنفاس والعودة يوم الجمعة للانتظام في التدريبات استعدادا لانطلاق الموسم الجديد. وكان إيهاب جلال المدير الفني الإسماعيلي أشرف على مباراة فريقه الودية السابعة أمس أمام الجونة بإستاد الإسماعيلية وانتهت بفوز الفريق الضيف بهدف نظيف. وجاء اللقاء متوسط المستوى، تبادل الفريقين السيطرة على أحداث اللقاء ولاحت لهم فرص ذهبية للتسجيل، واكتفى الجونة بتسجيل هدف عندما استغل لاعبه خطأ لحارس المرمى محمد فوزي وكريم عرفات في الدقيقة 50 ليضعهم في المقدمة على حساب الدرويش. وقال عماد سليمان المشرف العام على فريق الإسماعيلي أن التجارب الودية التي نظمت حتى الآن حققت المستهدف من رؤيتها في إيجاد التجانس بين اللاعبين الكبار والصاعدين قبل بداية الموسم المقبل. وأضاف أن لقاء الإسماعيلي مع الجونة شهد تماسك بين أعضاء الفريق الذين شاركوا في أحداثه على مدار شوطيه وقدموا أفضل ما لديهم من قدرات بدنية وفنية على حد سواء. وأشار إلى أن هناك مساعي لرفع حظر القيد بحكم المحكمة الدولية بسبب مشاكل المدافع التونسي نور الزمان الزاموري وإيجاد الحل لها مستقبلا وليس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأوضح أن إيهاب جلال قادر على التعامل مع الوضع الراهن للإسماعيلي وإعداد جيل جديد قادر على استعادة هيبة الدرويش وقوة فريقنا، شرط أن يجد الدعم والمساندة من الجماهير لتنفيذ طموحاته على أرض الواقع. وأكد عماد سليمان أن قيام مجلس إدارة الإسماعيلي بفصل الإدارة عن لعبة كرة القدم وتكليف على بوجريشة بقيادة القطاع الحيوي سواء الفريق الأول أو قطاع الناشئين بالنادي بمساعدة رفاقه شيء إيجابي يحسب لهم، ونأمل أن نكون عند حسن ظنهم.